بدايتنا راح تكون جديد الاغنيات، وهذه المره جديد فرقه يو تي ان راح نشاهدها، وهي اغنيه مربيه. لكن قبل خلي اذكركم بهذه الفرقه اللي غابت عنا سنتين ورجعت بهذه الاغنيه الجميله المصوره في امريكا. هذه الفرقه هي تكونت وتشكلت عام 1999 مجموعه شباب، هم اللي يلحنون، هم يكتبون كلمات الاغاني. وبعد ذلك بسنه 2002 صدروا اول البوم لهم، وكان اسمه From Now On باللغه الانجليزيه. وبعد ذلك ذهبوا الى بريطانيا وسجلوا مجموعه اغنيات عن الحرب والسلام، وكانت الانطلاقه الحقيقيه لهم وحصدوا نجاح كبير على الصعيد العربي عام 2007 عندما اصدروا اغنيه جميله ولغة العين وأغنية تذكرين، وأيضا أغنية باللهجة اللبنانية اسمها بدي أقول، وكان لهم عمل آخر للسلام وأغنية مصورة اسمها سلام شباب عام 2013. وبعد هذه الأغنية غاب الفريق سنتين، وهذه السنة رجعوا بأغنية مربية. الفريق يتشكل من حسن وأخلد ومروان وشوان. نحاول نأمن اتصال بواحد من الشباب، لكن نشوف الأغنية نرجع. ومعنا على الهاتف حسن. ألو حسن. ألو مرحبا. مرحبا حسن، شلون صحتك؟ تترك أيا، شلون صحتك؟ يا أهلا وسهلا. شنو الغيبة هاي سنتين؟ شنو سبب الغيبة حسن؟ والله انشغالنا بالسفر، وأكيد يعني كانت عندنا يعني لازم تكون الخطوة الجاية تكون مدروسة، لأنه الناس منتظرة من عندنا شيء يعني عمل يكون إضافة لنا بعد أعمال نجحت مثل جميلة ولغة العين وتتذكرين. وأيضا السفر وانشغالنا بحفلات كثير صارت، يعني جتنا فترة صار تركيزنا على الحفلات أكثر من التسجيل وإصدار الأغاني. وصلنا الى مرحله انه خلاص يعني رجعنا لازم نسجل ولازم نحضر البوم جديد، لانه الجمهور ده يطلب من عندنا. فطلعت ويانا مربيه، وهي من اكثر الاغاني اللي احنا حبيناها، يعني قلنا هذه لازم تكون رجعتنا، وياها احنا حاليا نسجل اغاني جديده همين للالبوم. اذا في البوم هالسنه، مو بعد يعني ما ياخذ كم سنه ان شاء الله. طيب لا ان شاء الله راح نحاول. من كتب كلمات مربيه حسن؟ مربيه صديق عزيز اسمه روبينتو ماسيان، هو شاب عراقي التقينا به بلبنان، وشاءت الصدف انه سمعنا يعني جاب لنا كميه من الاغاني، واني كنت اشوف الاوراق اللي الاغاني اللي كاتبها، ومربيه ما اعرف يعني هيك حسينا انه هاي كلش قريبه علينا، كلمات بسيطه بيها بساطه، وبيها تحسي لون بغدادي يعني العراقي القديم البغدادي. فقلنا خلاص ولحناها وسوي. هي هذه اول اغنيه الا تلحن؟ ويا روبين هاي اول اغنيه. صحيح. حلو. هو سبق احد ملحن له من قبل كلماته؟ لا لا لا، احنا دائما نشتغل يعني اي هذا اللي اعرفه، انه دائما تكتبون اي وتلحنون، انا هذا اللي اعرفه. صحيح. وايضا حسن، يمكن كل واحد منكم بلد، اليوم احنا نتكلم ويا حسن من امريكا، وين بامريكا تحديدا؟ احنا بالعاصمه واشنطن دي سي، واحنا اغلبنا الفرقه كلها هنا، بس عندنا اخلد بالسويد يروح ويجي يعني. ما حصلنا اخلد، كان بدنا انه ايضا نتكلم معاه بس ما يرد. اوكي. طيب يقولوا لي اخلد ويا اوكي. السلام عليكم اخلد. عليكم السلام، شلون الاحوال؟ مبروك مربيه بعد سنتين غياب. شكرا. طبعا وياي حسن على الخط الثاني من واشنطن، واخلد من السويد. اخلد يعني انتم كنتوا مشغولين، حسب ما يقول حسن كنتوا مشغولين بالحفلات وتاخرتوا عن طرح سنجل او البوم، لحد الان انتم البومين، وبديتوا من يعني 1999 او نقول انه بال 2002 2007. شنو سبب تاخير اطلاق الالبوم قبل هذه السنتين؟ والله يعني تعرفين انه يمكن شويه ظروف البلد همينا ما كانت تساعد، يعني احنا نعم. 2002 نزلنا الالبوم الاول اللي كان باللغه الانجليزيه. نعم. وراها صارت الحرب.
وتعرفين الاوضاع تخربطت لحد ما شويه انه الوضع بدا يتحسن يمكن لحد 2005 2004 يعني. وتعاقدنا مع شركه وتاخذ فتره لحد ما انه نزلنا الالبوم. بس نزلنا سينجل اول كان اول اغنيه 2006 اللي هي وايل وي كان اللي سجلناها بريطانيا صورناها في بيروت واللي هي تتحدث عن الحرب والسلام. بعدين 2007 نزلنا جميلة يعني صرنا ننزل كل فترة ننزل سينجل. وبعدين ورا ما نزلنا تقريبا أربع أغاني سينجل نزلنا الألبوم اللي هو تتذكرين سنة 2010. طيب من ينتج يعني من ينتج لكم الأغنيات أو الألبوم؟ والله هو احنا الالبوم الاول العفو البوم تذكرين هو كان من انتاج الشركه اللي كنا متعاقدين وياها ال سي اي وقناه الان اللي هم كانوا الراعين لنا. بعدين ورا 2010 انتهى العقد ظلينا احنا ننتج لنفسنا يعني. الفيديو كليبات اللي نزلت بعد اغنيه الان احبك اكثر كانت هي اخر شيء ويا الشركه. تذكرين اللي هي اغنيه تذكرين واغنيه بدي اقول سلام شباب كلها كانت يعني بعد ما صار عندنا شركه فكلها على حسابنا. وايضا كان عندنا سبونسر مثلا منظم نحاول نلقي سبونسر مثلا يساعدنا او يدعم العمل مالتنا. تعرفين لان كل شيء هو مهم يعني اكو اشياء مكلفه فنحتاج ايضا دعم على مود نقدر نسوي او يعني ننتج الاعمال. بس اجمالا يعني احنا اللي اذا ننتج حاليا لحد ما بلكي يعني انه بالمستقبل يجوز نلقي عقد مع شركه او سبونسر يدعمنا يعني بعد ما نعرف بالمستقبل ان شاء الله. ان شاء الله. حسن ارجع لك حسن سؤالي انه انتم في لبنان حققتوا شهره واسعه وكنتوا موجودين في اغلب البرامج وكانت هناك حفلات يعني فريق يو تي ان معروف جدا في لبنان واصواتكم انتوا الاربعه حلوه. ما فكرت انه يعني تغني سولو واحد من عندكم انه يغني بما انه انت بعيد عن اخلد الان انه ايضا تستفاد من وجودك في بيروت وانه تسجل شيء خاص لك؟ صحيح. هو شوفي بصراحه يعني هوايه هذا السؤال اللي يسالنا بس احنا يعني حبنا للفرقه انت تعرفين يمكن احنا من احنا صغار قبل 15 سنه بدينا هذا الشيء فصار عندنا تعلق كبير بالفرقه لانه يعني صارت جزء من حياتنا وشفنا ايام حلوه وايام صعبه فقلنا يعني ما نريد نكسر هذا الشيء لان هذا حلم يعني كبير ومعاناه وايام وكثير من الشغل يعني فقلنا حابين تكونون بهذا الشكل وصح انه ظروف فرقتكم كل واحد بلد ولكن انتم حابين انه الفرقه تكون بهذا الشكل يعني الناس حبوه وتكونوا محافظين حتى على ستايلكم يعني اكيد ودنا نلتقي يعني الحمد لله. هو بس اخلد شويه بعيد عن البقيه بس اخلد دائما يجي يعني يقدر يجي لامريكا يعني اوكي ماكو مشكله. طيب احنا نبارككم مره ثانيه على مربيه وان شاء الله كل الفانز مالتكم ينتظرون الالبوم الجديد. واني اشكركم وفرقه هذه الفرقه ودول الشباب لهم معزه خاصه بقلبي لانهم كانوا مستمعين الاف ام يعني فاعرف ايش قد تعبوا حتى يسوون هذا الفريق وايش قد كانوا متحمسين وكل واحد من عندهم صاحب شهاده جامعيه محترمه ولكن هم تبعوا موهبتهم وشغفهم. فاتمنى لكم كل الموفقيه والنجاح حسن واخلد وسلامنا للاخرين. واحنا ايضا يعني نحب نوجه تحيه للمشاهدين قناه الشرقيه يعني فعلا انتم دائما موجودين ويانا ومتابعين للفرقه وخاصه يعني حضرتك وهذا الشيء يسعدنا وان شاء الله احنا يعني الجمهور ينتظر منا اعمال جديده بالمستقبل ان شاء الله. ما راح نكون غائبين عنهم مثل ما الفتره اللي فاتت سنتين الماضي واللي يحب صحيح واللي يحب يعني ايضا يعرف يتعرف على الفرقه اللي ما يعرف الفرقه ايضا يقدر يشوف صفحتنا على الفيسبوك او يعني موقعنا utn1.com وخاهي وشكرا جزيلا ان شاء الله. اوكي شكرا جزيلا لكم مع السلامه. مربيه يا حلوه
حلو الطول من تكحل عيونك بغيابك عذابي طول صعب العيش من